أخي المواطن والمقيم، أختي المواطنة والمقيمة، حرصا منا على أن تتم فريضة الحج بشكل نظامي وآمن. قمنا في وزارة الحج والعمرة بتقديم خدمة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، والتي تتيح الحجز والحصول على التصريح الصحيح للحج باتباعك للخطوات التالية: زيارة الموقع الإلكتروني، إدخال اسم المدينة وتحديد عدد الحجاج من الذكور والإناث، تحديد نوع البرنامج، عام، منخفض التكلفة، ميسر، مع اختيار موعد النفرة، إما التعجيل في اليوم 12 أو التأخير في يوم 13 من شهر ذي الحجة. بعد الانتهاء نقوم بالنقر على إرسال. سوف تظهر لك نتائج البحث بحزم متنوعة لشركات الحج، يتم اختيار المناسب منها، ثم النقر على احجز، مع العلم أنه يمكنك كذلك الدخول إلى القائمة المفضلة والتحقق من توفر باقة الخدمة التي تم إضافتها مسبقا، وذلك بإدخال عدد الذكور والإناث. ويمكنك كذلك استخدام البيانات المسجلة مسبقا لإكمال الحجز أو إدخال بيانات جديدة. ولتسجيلك للحجز قم بإدخال بيانات الحاج الرئيسية، رقم الهاتف والبريد الإلكتروني والنقر على إرسال. ستصلك رسالة نصية على جوالك تحوي رمز التحقق، قم بإدخالها الآن. قم بإدخال بيانات الحجاج المرافقين من رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة وتاريخ الولادة للذكور ومثلها للإناث، مع إضافة صلة القرابة ورقم هوية المحرم. وتسهيلا منا لتأدية نسك الأضحية للحاج، قمنا بإضافة خدمة شراء الأضحية بإشراف وتنفيذ من مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي. لإتمام التسجيل قم بالاطلاع والموافقة على الشروط والأحكام، ثم النقر على موافق. هكذا تكون أتممت عملية الحجز المبدئي. حين تصلك رسالة الموافقة على جوالك قم بزيارة الموقع الإلكتروني، اختر استعلام عن الحجز من خلال القائمة. لاستكمال الحجز النهائي وإصدار فاتورة بقيمة الحجز لسدادها من خلال خدمات سداد المتوفرة في جميع البنوك المحلية، وذلك باختيارك مدفوعات وزارة الحج والعمرة برقم السداد الخاص بالفاتورة عند سدادك، تكون أكملت عملية الحجز بنجاح. لمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الرقم المجاني. بوابة المسار الإلكتروني، حج نظامي وآمن.